انت بتفكر الاول وبعد كده بتتحرك، فلازم يكون تفكيرك صح عشان تتحرك صح، ولو تفكيرك غلط يبقى انت هتتحرك غلط. تخيل معايا كده انك بتحل مسألة حسابية، لو انا قررت على طول ان اجرب فيها من قبل ما افكر في الطريقة اللي انا المفروض احلها بيها، هتنيني احاول وامسح لحد ما اوصل للطريقة الصح. ممكن اوصل للطريقة الصح من اول مرة، ده طبيعي، بس انا مش عايز امشي على احتمالات تخليني اضيع وقتي، انا عايز امشي على طريقة تخليني اوصل للهدف اللي انا عايزه بسهولة. وانا متأكد 100% ان انت اكيد عندك هدف وعايز توصل له، ادام انت بتتفرج على الفيديو ده وادام الفيديو ده وصل لك. فانت لازم تفكر بالطريقة اللي انت شايف انها تقدر توصلك لهدفك الاول، وبعد كده تاخد فعل او تتحرك بعد كده. فانت لازم تجهز نفسك ذهنيا لاي معركة انت بتخشها او اي تجربة انت بتخشها قبل ما تفكر انت ازاي هتتحرك، لان زي ما قلت لك وهكررها تاني، لو انت بتفكر صح فانت هتتحرك صح. وبرضو عايز اقولك ان التفكير الصح لوحده مش هو اللي بيخليك تبقى ناجح، ولكن انا فكرت صح انا كده مشيت نص الطريق، لو وقفت على كده خلاص انا مش هوصل لحاجة. في ناس كتير قوي كان عندهم افكار جامدة وما نجحوش لانهم بس فكروا، ما خدوش الحاجة اللي المفروض تحصل بعد التفكير، لان النجاح هو عملية متكاملة، ان انت بتفكر صح وبعد كده بتتحرك صح وبعد كده بتصبر، فبتلاقي نفسك وصلت للنجاح. لو انا فكرت صح بس يبقى انا كده مشيت نص الطريق. فاول حاجة انت لازم تعملها ان انت تفكر صح. بعد ما خلاص اقتنعت ان انا فكرت صح، لازم اقتنع ازاي اتحكم في اللي انا اقدر اديه، وازاي ما اتحكمش في اللي انا ما اقدرش عليه. يعني الصوت اللي انت سامعه ده دي حاجة انا ما اقدرش ان انا اتحكم فيها، فعشان كده سكت وسبته لحد ما خلاص عدى وانا اقدر ان انا اتكلم دلوقتي. يعني طول ما انت تبقى هادي وبارد في الحياة كده، طول ما انت تقدر توصل اللي انت عايزه بسهولة، لكن طول ما انت واخد الموضوع على صدرك زي ما بيقولوا كده بالمصري، عمرك ما تقدر توصل لحاجة. لازم تمشي مع الحياة بالطريقة اللي انت عايز تمشي بيها، ما تخلاش هي اللي تمشيك. يعني انا عايز اصحى الصبح بدري، يبقى خلاص هظبط المنبه وهصحى، مش هخلي الحياة تمشيني اللي هو انت تعبان فخلاص مش هتصحى فمش هقدر اوصل لأي حاجة في حياتي. عمري في حياتي ما هفكر بالطريقة دي كده وهوصل اللي انا عايزه. وكالعادة لازم ابقى محاوط نفسي في يومي بالعادات الصح او بالاشخاص الصح، او حتى لما انا اكون قاعد على السوشيال ميديا احاول ان انا اختلط بالناس الصح، لان زي ما قلت لك كل ده هيأثر على تفكيرك وبالتالي هيأثر على تحركك او هيأثر على خطوتك الجاية. فكل اللي انا عايز اوصله من الفيديو ده ان انت بدون التفكير الصح عمرك ما تتحرك صح، والتفكير الصح لوحده مش كفاية، لازم افكر صح واتحكم في اللي انا اقدر اعمله وما اتحكمش في اللي انا ما اقدرش اعمله. فده يجي عن طريق الاول اعرف الحاجة اللي انا بمر بها دي انا اقدر اتحكم فيها ولا ما اقدرش اتحكم فيها. لو هقدر اتحكم فيها خلاص هحط تركيز 100% عليها وكنترول الوضع ده، لكن لو انا ايقنت ان انا ما اقدرش ان انا اتحكم فيها خلاص مش هحطها في دماغي، لان مجرد ان انا احطها في دماغي انا كده مالي دماغي شوية زبالة ومالي دماغي على الفاضي ملهاش لازمة. بس كده.